الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وشيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين، اللهم بلغنا ليلة القدر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وما زلنا مع كتاب الرقاق، قال: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان رحمه الله: ما في القرآن آية. قال رحمه الله: باب الصبر عن محارم الله. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان حكم النفع. نعم. قال: أخبرنا شعيب. شعيب بن أبي حزم. حمزة. نعم. من سقط الأزبات. قال عن الزهري. أمين من في الحديث. أنه قال: أخبرني عطاء بن يزيد. قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا عطاء بن يزيد من السقاط. نعم. أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره. أن أبا سعيد إيش؟ أن أبا سعيد رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري مالك بن سنان. أبو سنان بن مالك. نعم. أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن أناس من الأنصار رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم. وقال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى. هو من سقاط الأزبد. قال: حدثنا مسعر. مسعر هو مسعر بن كدام المصحف صح؟ قال: حدثنا زياد بن علاقة. زياد بن علاقة من سقاط الأزبد. قال: سمعت المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو قال تنتفخ قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بلى. نعم. هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، فيه أن الله يعامل العبد بما يريد. وكما قلنا، المسألة دائرة على صدق العبد مع رب، كلما كان صادقا مع ربه جل في علاه، كلما صدق الله جل في علاه، وكلما زيف على الله جل في علاه، والله يعلم بما في ضميره، والله أعلم بما في القلوب، فإنه من يزيف فإن الله يرد الزيف عليه، ومن خادع خادعه الله، ومن خادعه الله استدرج، ومن استدرج الله جل في علاه أهلكه، ومن مكر مكر الله به، ومن كاد كاد الله به. القوم لا يفقهون، يكيدون ويمكرون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم على 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 يعني على نجاح وسداد، وأنهم يستطيعون التحايل على الناس والضحك عليهم واللعب عليهم، وهم لا يعلمون أن هناك من فوق العرش يدبر عليهم، يعني يجعلهم يحتالون على المسلمين أو من أهل الكفر الذين يمكرون بأهل الإسلام. فالله تعالى يمهد لهم الطريق، وهو يدبر من فوق، من عليائه، من فوق العرش يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يرجع في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. نعم. وهنا في الآية يقول، قال وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنه قبل بالصبر على المحارم. يعني هي دي من أفضل الطاعات، مع أن أفضل منه شيء آخر. وش هو؟ قال: باب الصبر عن المحارم. هذه من أفضل القربات والصلاحات، لذلك صدر الباب بها البخاري وقال: باب الصبر على المحارم. ثم قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الأفضل منها صبر آخر. أنا ساكت. لو الأفضل منه صبر آخر فالصبر على أقدار الله. هو إحنا دخلنا بذلك نقول أفضل منه الصبر على الطاعات. الصبر على الطاعات أفضل من الصبر على المحارم، لأن الصبر على الطاعات، الطاعة أحب إلى الله من إيش؟ من تكريم عصية عمل الطاعة، لأن هذا في أمر. كما قلنا في هذا الفرق بين إبليس وبين آدم رضي الله عنه. آمين آمين رضي الله عنكم. آمين. فأقول هنا هذه الصبر على الطاعات في هذه الأفضل، أن تصبر على أن تقرأ قل الله 10 مرات صباح مساء، أن تصبر على أن تسبح 1000، أن تصبر على أن تصلي وسلم 100 مثلا. الصبر على الطاعات أحب إلى الله جل وعلا، وفي كل صبر. والآية شملت الثلاث: صبر على الطاعات، الصبر على المحارم، الصبر على أقدار الله المؤلمة. إنما إذا أحب الله قوم التمام فمراد فرد الرضا، ومن سقط فعليه سقط. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أخبره أن أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسألوا أحد منهم إلا أعطاه حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين نفذ كل شيء أنفق بيده ما يكون عندي من خير إلا لا أدخره عنكم. فيها جود النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على الدنيا، وأنه لا يجمع الدنيا، وأنه لو كانت في يدي لوزعها على أصحابه. هو هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمنى جبل أحد ذهبا من أجل أن يوزعه على أصحابه. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كما قال العربي، كان السلام جوادا كريما، العربي سأله العربي فأعطاه جبلا واديا بين جبلين من الغنم، فصرخ في الناس قال أيها الناس أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وقال تبخلونني ولست بباخل ويعطوهم. فقال بعدما نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير إلا أدخله عنكم، ثم أراد أن ينصحهم لأن السؤال اللي الحف في المسألة عظيم. صحيح مسلم هو يعني قال من ألحف في المسألة فأخذ لا يبارك له فيما أخذ، وهذا كما قال هنا الأخذ بسيف الحياء، وإن جوزه بعضهم لكن حقا لا بركة فيه، المأخوذ بسيف الحياء لا بركة فيه. فقال الإنسان وإنه من يستعف يعفه الله، يعني من يطلب العفة يعفه الله بأنه لا يجحف في المسألة. وهنا ما صدق عبد ربه جل في علا في شيء إلا أعطاه الله ما يريد، من يستعف يعفه الله، يعني هو طلب العفاف، طلب الغنى بالنفس، طلب ألا يبذل نفسه ويسأل سؤال الذليل، فإن الله يعفه. ومن يستغني بالله يغنيه الله جل في علا، فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فحيث ما تفعل تجد النتيجة. لذلك صدقت ربك جل في علا فأنت مع صدقك لربك جل في علا تصدق، صدقت ربك سيصدقك الله جل في علا. قال من يتصبر يصبره الله جل في علا، يعني يطلب الصبر من الله جل في علا فإن الله يصبره. وهنا من يستعفي عفو الله يعني يرزق الله جل على مادة العفاف، إما غنى النفس وإما القناعة وإما العطاء الواسع في هذا الباب. قال من بات أمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وحزفره. من أسلم وعيش وكان رزقه قوتا. وفي قولي هنا من يصبر يصبر ومن يتصبر يصبر الله جل فلا أخذ مادة الصبر فإن الله جعل يقوي قلبه فيصبره على ذلك. وهذه ما مادة يكون ما لا تكون هذه المادة إلا في حسن التعامل مع الله. وهنا أيضا شهادة غفر الله لي لنا ولها، قال شفع أبو إسحاق نعم هذا صحيح، قال بل قالوا يحرم شيخي لأنه أخذ مال امرئ مسلم عن غير طيب النفس منه. الله أكبر. هو أعطى بيدي، ممتازة شهادة، هو أعطى بيدي، لكن الصحيح أنه ليس بحرام، ما أخذ بسبب الحياة ليس بحرام، وإن أخذ غير طيب نفس منه لكن هو أعطى بيدي. ولذلك قال تسألوني فأعطيكم وأنا غير راضي، فهل يبارك لكم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الأخذ نعم لا يكون المال حرام. رد معك شهادة عبد الغفار الله أكبر. وأيضا هنا قال ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني بالله، أنا الإنسان حقا الذي بالقريب هو الذي يستغني بربه جل في علاه. افتقر إلا كل الفقر فاستغنى به، وهو فرغ قلبه عن الدنيا وما فيها ومحتواها وما لها فكان لربه جل في علاه، فلما كان ربي كان الله له سبحانه جل في علاه. ومن يستغني يغني الله جل في علاه. والاستغناء أفضل استغناء استغناء بالله، لكن الاستغناء عن الله هو أسوأ الاستغناء. كلا إن الإنسان ليطغى ها أكمل أن رآه استغنى. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرم مفندا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصبر كما قلنا درجات ثلاثة، صبر عن محارم الله يكف نفسه كلما دعته نفسه على الحرام ابتعد، صبر عن محارم الله، صبر على طاعات الله جل في علاه نعم، وصبر على طاعات الله جل في علاه، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ما علاقة هذا الحديث؟ قال وكان مسلم يقوم حتى ترم يعني قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. ما لنا نحن بكلام الصبر يأتينا بالشكر،
ما علاقة الحديث الثاني بالباب؟ ما علاقة الحديث الثاني بالباب؟ كثير من التعليقات لا تصل إليه، قلمه يبرق، ومعه قتل الندى أيضا ما شاء الله، القتل بالله الإخوة ما شاء الله لهم ما لهم. الدين والسنف صبر والناس الشكر فلما استكملها ممتاز جميل جدا، لكن ليس هو قتل الندى، قبله كان الإجابة صحيحة. الشامي النبيل أتى بها، وهو ده الصبر على الطاعات، صبر وهو تتورم قدمه وهو يقيم الليل، صبر على الطاعات هو الآن. وقوله أفلا يكون عبدا شكورا جمع بين الصبر وبين الشكر، يعني كأنه شكر على النعمة وهو التوفيق، وأيضا صبر على الطاعة، وصبر على الطاعة، لذلك قال أفلا يكون عبدا شكورا، وهي فيها شوف النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له متقدم من ذنبه ومتأخر، ومع ذلك يصبر ويثابر في الطاعة. شهد الغفار يقول من صبر على الطاعة حتى تلم قدمه صبر على الطاعة، فحري به أن يصبر على محارم من باب أولى. والقاعدة أن فعل الإنسان تشريع لنا. أنا تعجبني الإجابة، ليه تعجبني؟ لأنها أصلا فيها بعد إعطاك ما تريد يعطيك القاعدة العامة التأصيلية التي يجعلك تأتي بكل فرع رد عليه. هذا الصراحة براعة، هذه براعة، وهذا فضل الله في من يشاء. وفي قوله وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذه معناها أن أفضل أجر الصابرين، أفضل أجر الصابرين. والدين والنصفان نصف صبر ونصف شكر. في رواية عن أبي الزبير عن جابر يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم في الدنيا كانت تقرض بالمقاريد لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأنت تعلم أن 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 الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف عام. يقول صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة لو تعلمون ما لكم عند الله جل فعلا تمنيتم أن يكون الأمر عليكم فوق ذلك. وفي رواية عن أم هانئ قال دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشري إن الله قد أنزل لأمتي الخير كله، إن الحسنات يذهبن السيئات. قلت بأبي وأمي وما الحسنات؟ قال الصلاة الخمس. ودخل عليها فقال أبشري فإن الله قد نزل خيرا لا شر بعده. قلت بأبي وأمي ما هو؟ قال أنزل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فقلت يا رب زد أمتي. فأنزل الله تعالى مثل الذين ينفقون أملهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، يعني سبعمائة ضعف، بل جاء أضعاف كثيرة، أضعاف أصلا مبهمة في هذا الباب. وفي الطبراني من حديث حسن عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة الشجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بها البلاء يوم القيامة فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان فيصب عليهم الأجر صبا. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رحمه الله باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم رحمه الله من كل ما ضاق على الناس، يعني يتوكل الله جل في علاه في كل ما من كل ما ضاق على الناس. ومن يتوكل الله فهو حسبه، يعني يكفيه الله جل في علاه. اللهم إنا نتوكل عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى. اللهم عليك بكل من يمكر ويكيد، أمكر به وكيد به يا رب العالمين، فأهلكه واجعل مكره في هلاكه، واجعل تدميره في تدبيره، وأنت القوي القادر سبحانك جل في علاه. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عقوبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. لا يعلمون قوة الله فسيعلمونها. نعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق، إسحاق بن راهوي، نعم الإمام العالم، قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة، وروح بن عبادة من ثقات الأثبات. في إسحاق ليس بن راهوي، نعم تقل بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسجي، نعم. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة. وهنا مريم قالت كلام جميل جدا، على قدر التعظيم والحب على قدر الصبر والعبادة المتوسطة. نعم هذا كلام جيد جدا. ماشي تفضل. قال حدثنا شعبة. شعبة من في الحديث؟ قال سمعت حسين بن عبد الرحمن. نعم خير التابعين. قال كنت رحمه الله قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال خاصة تلميذ ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس ابن عبد الله 47 عن النبي الأمين صحابي وهو ترجمان القرآن.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم هذا حديث عظيم جدا لكن نحن نتكلم فيه الشاهد الذي أراده المصنف هو حسن التوكل على الله جل وعلا. شوف في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك العلماء قالوا أن التوكل ركن من أركان لا إله إلا الله. لو خلى القلب من التوكل يكفر صاحبه. لو خلى لأن التوكل على غير الله التوكل المعلوم بأصوله يكفر بذلك. الغلط المقصود أنهم من أركان لا إله إلا الله توكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل أيضا جاء بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قالوا على مؤمن أفئدتهم كأفئدة الطير على التوكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغدو خماصاً وتروحوا بطن. قمة التوكل في هذا. وقيل تجمع بين الأمرين الأمر الثاني وهو إيش؟ الرقة. يعني يدخل الجنة وناس في قلوبهم رقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان علمنا ما مخموم القلب. قال القلب النقي التقي لا بغي فيه ولا حسد. نعوذ بالله من المكر والكيد والبغي والحسد والحقد. اللهم أنت أعلم بالنوايا والدواخل وأنت رب الخفايا فعليك بكل من يمكر ويكيد. هنا قال 70,000 يدخلون من الجنة من غير حساب ولا عذاب ولا عذاب. قال فيها إيه؟ قال ولا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر خصال أربعة. أول شيء لا يتطيرون. ها لا يستفقون. لا يستفقون. في رواية لا يرقون وهذا خطأ لأن النبي رقى وجبريل رقى فهذا الشذوذ. الثالثة لا يكتوون. ثم جماع الثلاثة على ربهم يتوكلون. لم يتطير لأنه يتوكل على الله جل وعلا. قلبه لا يخاف. يعني لما تمر البومة من أمامي ما أو عجز النحس على ما يقولون قلب لا يرتجف. قلب معلق بمن؟ بالله. ولو وجد خوفا في قلبي ماذا يقول؟ علمنا الإنسان ماذا يقول؟ اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا يأتي بالخير إلا ولا يأتي بالخير غيرك. فبذلك أنت توكلت على الله حق التوكل. رد معك يا السيمة أحسن الله بكم. توكل على الله جل شعر. رد معك يا أستاذ سمية كيف أخبارك؟ أنا مقصر جدا في حق حضرتك لكن أنت لك الخير علينا من مبتدأ الأمر إلى 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 الآن. فأعتذر جدا على 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 قصوري معك. فتح الله لك. أنتم أهل الفضل والخير أهل الإمارات. يعني نحبهم في الله جدا مما رأيناه من الكرم والجود وحسن الخلق والفطرة الطيبة وحب الدين. أنا ما رأيت شعبا يداني هذا الشعب في هذا الباب والله وكيلي في هذا. أنا أقول ذلك تبرئة للساعة حتى لا أبخس الحقوق. رضي معك سمية أحسن الله عليك. أقول فهم لا يتطيرون ولا يسترقون. لما لا يسترقي يعني ليس مفتقرا لمن يرقيه. يقول أهت الراقي ويأتي بنفسه إليه قلبه يميل له. فلذلك هو لا يسأل ومن سأل يعني أخذ حظا من التوكل عنده. الرابع ربنا فرج قلب الجميع. الرابع قال ولا يكتوون لأن الكي فيه إلام. فمعنى أنه يتحمل إلام ويذهب إليه بل قلبه مال إليه. لذلك قال وجماع ذلك تكامل التوكل. قالوا على ربهم يتوكلون. وحسن التوكل هنا هو حسن لا يتأتى إلا على حسن الظن بالله جل وعلا. وحسن التوكل لا يمنع أن تأخذ بالسبب. تأخذ بالسبب لكن جمعية القلب يميل لمن؟ هذه مشكلة كبيرة. في هناك الأسباب المادية عندما تمر على عقل الإنسان يتكلم يقول هم يملكون كذا ويملكون كذا ويملكون كذا وبيدهم كذا وأنا في قبضتهم. أنت لست في قبضة أحد. أنت في قبضة الله جل وعلا. هم في قبضة الله جل وعلا. أنت ما عليك الآن غير أنك يعني تعيش متعبدا بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وعندما تعيش بذلك يمتلك جمعية القلب يكون للرب جل وعلا متوكلا عليه. يقول اللهم احلل هذه القبضة عني. انتهى. تكسر. لكن المسألة هنا إيش؟ أصدق الله يصدقك. نعم. والتوكل من أفضل أعمال القلوب. الفوائد المستنبطة من ذلك من صدق الله صدق الله جل وعلا. كيفما تكون لله يكون الله لك. من تقرب شبرا تقرب له باء زراعا ومن تقرب زراعا تقرب له باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. من أراد الله أراد الله له ما يريد. المهم تصدق الله جل وعلا. من أراد الله أراد الله له ما يريد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. من أفضل عبادات القلب حسن التوكل على الرب سبحانه وتعالى. أعظم الغنى بالله
أعظمه في افتقار المرء العبد لربه جل في علاه، أعظم الغنى بالله أن يفتقر العبد لربه جل في علاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.